بدر بانون في ظهوره الأول منذ أن أصبح لاعبا في النادي الأهلي على شاشة قناة الأهلي. وزي ما أنا شايف الحقيقة يعني أسئلة كثيرة جدا حضراتكم تبعتوها، إن شاء الله إن شاء الله أنا هاخد كل الأسئلة اللي حضراتكم بعتينها على هاشتاج اسأل بدر بانون مع الشاطر. بدر هبدأ معاك باللي أنت جاي منه النهاردة، يعني كأس العالم للأندية. أعتقد أن ده مثل أو حاجة جميلة جدا أن أنت تلعب في كأس العالم للأندية. أيوة، ده بيبقى حلم تبع أي لاعب يكون موجود في بطولة كبيرة زي بطولة كأس العالم للأندية. الحمد لله اللي يصرف أنني اليوم واحد من بين لاعبي الأهلي اللي توجوا بالمرتبة الثالثة، والحمد لله ده شيء إيجابي بالنسبة لي في تاريخي وفي سيرتي اللي راح تبقى بعد ما بطل الكرة. الحمد لله أنا جد فخور بالميدالية دي، وجد فخور بزملائي الكل ولا الطاقم الفني ولا كل اللي كان وراء تتويجنا بالميدالية دي. حلوة الميدالية دي، يعني طبعا حاجة جميلة جدا أن أنت تكون معاك ميدالية، على الرغم من أن البعض بيحاول يقلل من قيمة كأس العالم للأندية. لا، هو شوف، هي بطولة بتضم كل الأبطال من جميع القارات. أيوة، احنا لعبنا الفايز بالدوري القطري، وبعدين لعبنا الفايز بدوري الأبطال الأوروبي، وبعدين لعبنا الفايز بكأس ليبرتادوريس. كل مدرسة وبتلاقيها مختلفة عن المدرسة الثانية. الحمد لله احنا اخذنا الايجابيات من البطوله دي، واخذنا برضو السلبيات على انفسنا. وعلى مثلا في ماتش البايرن اخذنا كثير ايجابيات من فريق البايرن علشان نطبقها برضو احنا في فريقنا نادي الاهلي، وراح نشتغل عليها ان شاء الله اللي تخلينا ان شاء الله نرفع من المستوى تاعنا ان شاء الله.